الرحيم. اسعد الله مساءكم مشاهدينا وحياكم الله في يوم الاربعاء. طبعا اطل عليكم يوم الاربعاء انا وزميلتي ناهد لنطرح ونسلط الضوء على قضيه من القضايا الاجتماعيه. اهلا بك مجدونين مشاهدينا الاعزاء، طبتم وطاب نهاركم. ما اجمل ان نتذكر الاحباب، نتذكركم انتم ونقدم لكم خالص الدعاءات لكم بحياه سعيده وهانئه وخاليه من العنف. وحلقتنا اليوم حتتكون او حنحكي فيها عن العنف ضد الاطفال. ماذا عن العنف للاطفال؟ نعم طبعا انا قلت للمشاهدين، قلت لهم انه يوم الاربعاء، لان دائما في يوم الاربعاء فعلا مستعجله احنا دخلت فيها على طول. لا واحنا متعودين عاده يوم الاربعاء فعلا مسلط الضوء على قضيه من القضايا الاجتماعيه، ولان اليوم فعلا حنلقي الضوء على قضيه من القضايا الاجتماعيه، اعتقدت انا انه يوم الاربعاء لان اليوم حنسلط الضوء على حمله غصون الرحمه للحد من العنف ضد الاطفال. طبعا مشاهدينا، تعتبر ظاهره العنف ضد الاطفال من الظواهر الخطيره التي تقف امام اي مجتمع من التقدم وتهدد تماسكها أيضا. ماذا عن هذه الحملة وما هي فكرتها وما الهدف منها؟ نعم، في وقت غير بعيد من زمننا هذا طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات، هذه الطفلة التي تحلم بالحب والحنان تعيش مع أب ظالم لا يعرف الرحمة وزوجة أب كذلك لا تمت للإنسانية بصلة. تلك الظاهرة الكثير منها سواء كانت في مجتمع متقدم أو مجتمع رجعي. اليوم حنسلط الضوء على هذه الحملة التي تحمي هؤلاء الأطفال، كما ذكرت زميلتي مجدورين عن الفعاليات وأيضا عن دور جمعية حقوق الإنسان ضد حالات طبعا أو الحالات المعنفة ضد الأطفال. صحيح، عن الإجراءات اليوم حصلت الضوء أيضا على الإجراءات القانونية التي تتخذها جمعية حقوق الإنسان في هذه الحالات، وأيضا ماذا عن الجانب الأمني. سنتعرف على كل هذا من خلال الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وعبر الهاتف الدكتور الجوهر العنقري المشرف العام على حملة غصون الرحمة وهي عضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان في جدة. نعم، إذا ضيوفنا طبعا يسعدنا أنه يكونوا معنا ونتناقش هذه الحالة أو هذه الظاهرة، هي ظاهرة العنف والتي تعتبر طبعا هي ظاهرة قديمة حديثة ولا زال طبعا مجتمعنا إلى الآن، وبالعكس حالاته طبعا تتفاقم بقوة حالات العنف ضد الأطفال. طبعا إضافة لهذه الاتصالات وإضافة إلى فقرة الشيف، وحنشوف طبعا الشيف. أهلا وسهلا فيك شيف فيصل، أنا دايما يعني قلت لك قبل هالمرة أنه من المغرمين بالحلا وانتظر يعني فقرتك. حنشوف اليوم ايش محضرنا الشيف. أول شيء بنرحب فيكم، بنحييكم، بنحيي مشاهدينا الكرام. حقيقة اليوم مش بس حلا نحن بنعمل، بس مسافة عم نعمل حلا بهالحلقات متواصلة، بس ولكن نحن اليوم عاملينكم البانكيك. نحن بنعرف البانكيك يعني عادة بنتناولها ترويقة عند الصباح، أو فينا ناخذها بأي وقت على الخفيف. مع نحن رح نعمل البانكيك ونقدمها مع الشوكولا ومع الكاسترد أو مع الفراولة. هلا بنشوف كيف طريقة تحضير البانكيك. مقادير كثير سهلة جدا، رح يكون عندنا نحن حوالي الكوبين من الطحين، رح يكون عندنا نص لتر من الحليب السائل، رح يكون عندنا البيكنج باودر حوالي ملعقة طعام، فانيلا السائلة ملعقتين من الطعام، حوالي ربع كوب من زيت دوار الشمس أو أي زيت نباتي، رح يكون عندنا صفارين من البيض وملعقة من الزبدة ونصف كوب من السكر. هيدي كلها المقادير، ولذتها انه ما بدها كثير سوى انه بنحطهم ببولي او بنحطهم بالميكسر وبنخلطهم مع بعض سوى يصيروا مثل الشيء سائل، وبعدين نبدا بنحطهم على طويه التفال، بنحط الكميه اللي نحن بدنا اياها وبناخذهم بشكل مبروم، بياخذوا شكل الطويه مثل ما شايفينها صغيره بهالشكل، وبنعملهم طبقات ثلاث قطع او قطعتين حسب نحن شو بنحب. هلا بنشوف كيف طريقه تحضير هالطبق، كثير سهل وملكم الف صحه. هلا بنشوف كيف طريقه تحضير. باذن الله احنا بالتاكيد حنتواصل معك يا شيف ونرجع لك مره ثانيه في هذا الطبق. مشاهدينا حنبدا حلقتنا لهذا اليوم بسؤال
المسابقة. السؤال يقول: عالمة بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصية حاصلة على العديد من الجوائز، وتمكنت مع فريق البحث من تحديد النوع المناسب من الأمصال المخصصة للوقاية ضد إصابة الفيروس الروتا لتعزيز المناعة أو مناعة الأطفال بالمملكة، فمن هي؟ هل هي همسة الطيب أم سلوى النقلي؟ لديكم اختيارين، هل هي همسة الطيب أم سلوى النقلي؟ الجوائز مقدمة من؟ الجوائز مقدمة من مركز النخبة الطبي الجراحي طبعا أو التجميلي بقيمة 1500 ريال لكل كوبون أو لكل فائزة معنا، وإن شاء الله طبعا نتمنى طبعا الجميع بفوزوا معنا في هذه المسابقة، وخاصة أنه المسابقات أو الأسئلة التي نطرحها عليكم هي يعني ما هي إلا تنشيط فقط للذاكرة، وبعتقد أنكم ما شاء الله عليكم. عموما مشاهدينا الأعزاء خلينا ناخذ فاصل قصير ونعود لمتابعة الحلقة معكم، ابقوا معنا. جديد مشاهدينا، نظمت جامعة الملك عبد العزيز بجدة متمثلة بقسم علم الاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع كرسي المهندس عبد الله بقشان محاضرة بعنوان الإعلام والعنف الأسري. المزيد عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي مع الزميلة سمح أبو عيادة من جدة، نشوفه نرجع لكم. نظمت طالبات الدراسات العليا بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالتعاون مع كرسي المهندس عبد الله بقشان لدراسات العنف الأسري لقاء علميا تحت عنوان الإعلام والعنف الأسري بمشاركة العديد من المحاضرين والمحاضرات من مختلف الجهات صاحبة العلاقة. البرنامج عبارة العنف الأسري عبارة عن كرسي علمي في معهد البحوث والاستشارات، يشرف عليه معهد البحوث والاستشارات وهو من دعم الشيخ بوكشان، ولا شك أن هذا البرنامج يعني من البرامج الجميلة التي يعنى كثيرا بما يتعلق بالعنف الأسري، والذي عملت فيه بفضل الله عز وجل كثير من البحوث الداعمة لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى التوعية على مستوى الجامعة وعلى مستوى المجتمع. يبني هذا الكرسي بطبيعة الحال علاقة بين الفرد كشخص وبين العائلة الصغيرة ثم بين العائلة الكبيرة التي هي المجتمع. ناقش هذا اللقاء مجموعة من أوراق العمل التي تتحدث عن قضايا مختلفة، منها تأثير العنف الأسري لأفراد المجتمع، الاتجاهات الحديثة في بحوث الدراما والعنف التلفزيوني، الاتجاهات النظرية ودورها في العنف الأسري، وأهمية الإعلام في التصدي للعنف الأسري عبر وسائله المختلفة. من ضمن الكراسي الموجودة في جامعة الملك عبد العزيز، وهناك عدد الحقيقة من الكراسي الذي قام تبوينها بعض رجال الأعمال وبعض أصحاب السمو الملكي الأمراء، وهي تتم في قضايا التنمية وقضايا اجتماعية تخدم المجتمع. والكرسي الحقيقة هذا تفضل المهندس عبد الله بوكشان بتمويله يعني اهتماما بقضايا العنف الأسري فقط العنف الأسري، ولا في أهداف تانية برضو يشملها البرنامج؟ الكرسي يعني في التحديد هو مهمته دراسات العنف الأسري وعمل أبحاث. عملنا الحقيقة في السنوات الماضية عدد من الأبحاث، عملنا عدد من اللقاءات العلمية، عملنا عدد من الدورات العلمية، عدد من المنشورات، ولدينا موقع في موقع الجامعة، لدينا جوال استشارات أسرية أيضا موجود يعني متاح لأفراد المجتمع. اشتمل هذا اللقاء العلمي على عرض فيلم يمثل تقريرا عن العنف الأسري وأسبابه، والذي أشار للعديد من الحالات وأساليب التربية من الواقع، ويعتبر هذا الملتقى فرصة مميزة لتبادل الخبرات المختلفة. لبرنامج حياتنا
سماح أبو عيادة جدة. حياكم مشاهدينا من جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من لا يرحم لا يرحم. من هذا المنطلق جاءت فكرة حملة غصون الرحمة، لنتعرف أكثر مشاهدينا عن هذه الحملة وأيضا ما الهدف منها ولماذا سميت بغصون الرحمة. سنتعرف على كل هذا من خلال ضيوفنا في الاستوديو، بداية الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة. إذن هو أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذة الجوهرية العنقري المشرفة العام على حملة غصون الرحمة، وهي عضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان بجدة. وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف العقيد طلال الصيدلاني، عضو فريق العمل لحملة غصون الرحمة ومدير شعبة الدراسات كذلك بشعبة جدة. أكيد بنرحب فيك دكتور حسين أولا. حياكم الله، نورتنا اليوم. سعيد جدا متواجد معكم. أسعد الله مساءك دكتور. دكتور حسين، يعني بداية قبل مثلا ما نتطرق إلى حملة غصون الرحمة، يعني تعتبر ظاهرة الإساءة إلى الأطفال يعني من أخطر الظواهر اللي فعلا تقف أمام تقدم أي مجتمع وتهدد تماسكه أيضا. بداية لنعرف العنف تحديدا وما هي أسبابه؟ دعنا ننطلق إلى العنوان الأكبر وهو العنف الأسري. ولا شك أنه النظام الأساسي في المملكة حقيقة يعني أعطى هذه الأسرة عناية فائقة، حيث هناك نص صريح بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وبالتالي أي تأثير في هذه الأسرة سوف يؤثر على المجتمع بشكل مباشر. لذلك هذا الداء وهذه الجريمة التي نحن نطلق عليها العنف الأسري هي عبارة عن أي فعل متعمد يمارس على فرد أو مجموعة الأفراد داخل الأسرة بقصد إحداث ألم أو ضرر، قد يكون مادياً أي بفعل يعني فيزيكال أو معنوياً. طب هو له أنواع كثيرة تتضمن العنف الاقتصادي، العنف القانوني، بس الصورة الغالبة لدى أفراد المجتمع هي العنف الجسدي الذي يؤدي إلى نوع من الضرر كالإصابات والقتل أحيانا. نعم. أيضا يعني العنف يعني داخل الأسرة، طالما نتكلم عن اليوم عن العنف ضد طبعا الأطفال وحملة غصون الرحمة، لكن هو موجود، هذه الظاهرة موجودة يعني منذ العبودية ولا زالت إلى، سواء كان مجتمع متحضر، لا نقول فقط في الطبقات الراقية، لا يوجد عنف حتى في الطبقات يعني الراقية وغير الراقية منها والمثقفة والرجعية بنفس الوقت كذلك. لكن أيضا دور جمعية حقوق الإنسان، أود الحديث فقط عن دور جمعية حقوق الإنسان في الحالات المعنفة. حقيقة أول شيء إشكالية العنف هي فعلا ليست إشكالية محلية، هي إشكالية عالمية وموجودة في كل المجتمعات. ولكن لا شك إحنا كانت في البداية في صعوبة لأنه نبرز هذه القضية وتكون حديث مجتمعي وأيضا تحرك الأجهزة الحكومية للتعامل مع هذه القضية. فلا شك كان للجمعية دور كبير في أنها هي التي دقت جرس إنذار هذه المشكلة. جميل. اللي موجودة في داخل الأسر. نعم. وخصوصا أنه إحنا فقط ما يأتي لنا من مشاكل يعني بدأنا نبرزها وبدأنا نتعامل معها ونطالب بإصلاحها، فلا شك أن هناك كثير من القضايا التي لا تأتي بالطبع إلى الجهات المختصة. نعم. طب دور الجمعية يسعى دائما إلى محورين أساسيين. المحور الأول هو المحور الوقائي، حيث أن إحنا نريد أن لا نصل إلى العنف، نريد أن نجعل المجتمع أكثر وقاية من هذه المشكلة. وهذا كيف يتم الدور الوقائي؟ يتم من خلال أولا وجود أنظمة رادعة وواضحة ومعلنة، وهذا ما سعت الجمعية منذ بدايتها، ومثلت الجمعية الأستاذ الجار العنقري في صياغة نظام تجريم العنف ضد الطفل وضد المرأة. جميل. وهذا أمر جدا مهم، وأنا يعني يعني أخذ هذه الفرصة حقيقة في هذا البرنامج الرائع بأنه يعني نظل نطالب ونناشد السلطة التنظيمية بسرعة إصدار هذا النظام، حيث أن هناك حاجة ماسة حقيقة له. وبالتالي إحنا بوجود هذا النظام يؤدي إلى تحديد المصطلحات وتحديد أدوار الجهات الحكومية. نعم. وأيضا الأطراف الأخرى. نعم. فبعد الوقاية تأتي موضوع العلاج، في أنه إحنا نكون صوت لهؤلاء الضعفاء، لهؤلاء الأطفال، في أن نحن ندافع عن حقوقهم، نحميهم أولا، نضعهم
طب بالتعاون مع الجهات المختصة في أماكن آمنة يتلقوا العلاج يتلقوا الدعم الاجتماعي والنفسي، ومن ثم أيضا المطالبة بحقوقهم من خلال التحقيق والحالة إلى المحاكم. يعني مثل ما تفضلت دحين دكتور حسين، يعني قلت إنه موجود مثلا مثل هذا العنف موجود في كل المجتمعات، فعلا هو موجود في كل المجتمعات، ولكن هناك دراسة حديثة أثبتت أن العنف النفسي تحديدا أكثر من يعني من أكثر أنواع العنف في المملكة العربية السعودية تحديدا، كالإهمال، الضرب المبرح، التفوه بالفاظ قبيحه بالنسبه للاطفال، السب والشتم ايضا. ما رايك بهذه الدراسه؟ بكل تاكيد زي ما قلت هو انواع كثيره، يعني فقط لو انا يعني تسمحوا لي في عجاله بسيطه اقول ايش التصرفات اللي ممكن تكون عنف. يعني احنا بنقول بالطبع الصوره القاسيه وهي ما تحملها هذه الحمله هي الغصون، وهي الفتاة التي قتلت. إذن أقصى صورة هي القتل، ثم بعد ذلك الإيلام بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى إصابات كالكسور وخلافه. ثم بعد ذلك انتقل إلى التلفظ بالألفاظ النابئة وتحطيم النفس وتقليل من شأنها إلى آخره. أيضا الحرمان من الحقوق، سواء كانت حقوق التعليم أو حقوق الحصول على أوراق ثبوتية أو حقوق الاقتصادية، المال والرعاية، الإهمال، بالطبع أحيانا أيضا الإيذاء النفسي من خلال كما يحدث في كثير من بعض الأسر عندها وجود حالات الطلاق والنزاع من حرمان أحد الأطراف للأبناء. كل هذه الصور سوف بلا شك تؤدي إلى وجود طفل معنف هزيل. سوف يؤدي لا سمح الله. يعني البيئة لها دور أيضا. البيئة لها دور ودور كبير. الدور الأول للبيئة. طيب بعد إذنك دكتور حسين، لدينا مشاركة هاتفية مع الأستاذة الجهراء العنقري المشرفة العام على حملة غصون الرحمة، وهي عضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان بجدة. ألو، أهلا بك أستاذة الجهراء. أهلا وسهلا بك في برنامج حياتنا، وأنا سعيدة جدا بالحديث معك. والله أنا أسعد وأحب أشكركم في البداية مما يؤكد دور الإعلام في مواجهة العنف. نعم، وهذا دورنا أيضا كذلك. نعم أستاذة جوهرة، لا شك أن الإسلام والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حيا أم ميتا، وأيضا نهى عن إهانتهم، فكيف بالأطفال الذين جعلهم الله زينة حياتنا؟ وظاهرة الإساءة للأطفال من أخطر الظواهر التي حقيقة تقف أمام يعني تقدم المجتمع وتهدد تماسكه. لا شك أن جهودكم الطيبة هذه بحملة غصون الرحمة هي إن شاء الله تكون واصلة. حدثينا عن هذه الحملة، ولماذا اختير الاسم حملة غصون الرحمة؟ ما هي مدتها، وهل ستطلق في كافة مناطق المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا غصون طفلة قتلت على يد والدها وزوجة والدها في مكة. وعندما كنا نعد للحملة وهذا ما كان قبل سنوات قليلة مع ظهور مؤشر عالي لممارسة العنف ضد الأطفال، وجهنا دعوة لجميع الجهات ذات العلاقة للمشاركة مع الجميع. كان فيه تجاوب كبير بشكل أو بآخر، لكن التعاون الواضح والمشاركة الفعلية كانت من برنامج الأمان الأسري. غصون الرحمة اسم اقترحته لأنه كان قبل إطلاق الحملة بفترة وجيزة سمعنا عن مقتل غصن. كان مؤثر في نفوسنا جميعا، لأنه قتلت غيلة وكان نتيجة حتى إهمال من بعض الجهات. هذا السبب اللي خلانا نقول أنه لابد من إعداد حملة يعني يشارك فيها الجميع، لأنها مسؤولية الجميع. نعم، وهي مسؤوليتنا جميعا. وضعنا خطة اعتمدها رئيس الجمعية الدكتور بندر الحجار نحيي، وبدأنا العمل فيها بعدة مراحل. من ضمن المراحل كان إعداد فيديو كليب، أتمنى أنه يكون عندكم. نعم، لعرضه عن عنف. نعم، وبالفعل عرضناه في بعض المحطات من ضمنها
الام بي سي وارسلناها للتلفزيون السعودي لعرضها، لانه الكليبات هذه اسرع وصول واسرع فهم. الخطه الثانيه اللي بدأناها كانت في اعداد كتيب دليل ارشادي، لانه شعرنا ان المساله مساله جهل ايضا، في جهل حتى بعلامات العنف. نعم، وهي ثقافه تربويه. ويروح المدرسه لا يكتشف، ونكتشف يكون في خوف. صحيح. فهي العمليه لابد ما تكون شامله، الوقايه والتبليغ والمعالجه. يعني هي وقايه وعلاج، لا للاسف وصلنا لمرحله علاج لان اصبحت مشكله في مجتمعنا. صحيح. بالفعل هذا الدليل اللي عدته في البدايه طبع نقح وطبع بشكل مختصر مفيد موجه للاباء بالطبع، موجه للمعلمين، للاخصائيين الاجتماعيين، ولجهات الامنيه، رجال الامن في مراكز الشرطه، لان هذه الجهات اللي يحتك فيها الطفل مباشره وممكن اكتشاف العنف عن طريقهم. طبعا الاطباء لا شك مهمين، ولكن هناك امور طبيه لم نشا ان توضع في كتيب مثل هذا او يطلع عليها من لا يعني ما هم الاختصاص. بالفعل اعاننا الله وطبعنا الكتيب، وزع على مستوى المملكه ولا يخص جده او منطقه مكه. الحمله تشمل المملكه كافه. اذا هي تشمل جميع مناطق المملكه العربيه السعوديه. نعم، اذا تشمل هي جميع المناطق. كل المناطق. جميل. الفيديو كليب شملت حتى الدول العربيه. جميل. يعني بالتلميح الام بي سي ساهم في عرضه على العالم العربي. اما بالنسبه ونتمنى كمان التلفزيون السعودي. نعم، بمشيئه الله. في هذا الشان. اكيد. الحمله بالنسبه دليل التوجيهي هذا. نعم، استاذه الجوهره. تعريفه. نعم. الى اخره. وزع طريق وزارة التربية والتعليم، موجه شكر خاص لهم أيضا ساهموا معنا فيه عن طريق مكاتب التوجيه التربوي في كل منطقة. ويمكن كمان الدكتور حسين يشرح لكم كيف وصل أيضا للمناطق القروية، وهذا ما نفخر صراحة. يعني الحقيقة أستاذة الجوهرة، يعني قدمت لنا تقريبا شرح، يعني شرح ربما يكون هذا الشرح كافي، وأيضا سنقوم نحن بدورنا من نشر خلال طبعا لهذه الحملة، ونحن اليوم خصصنا حلقة كاملة عن حملة غصون الرحمة، لكن هناك مشاركة أيضا من الدكتور حسين يود طبعا ربما المشاركة معك أستاذة الجوهرة. بكل تأكيد، أنا حقيقة الدليل يعني ودي أنا قلت بعد ما فعلا ان شاء الله يعني شوفوا الاخوان، واحنا يعني طبع منه اكثر من 122 الف نسخه حقيقه. ايضا الخطوط السعوديه ساهمت في طباعه جزء منه، نهيب ايضا بمن يرغب في طباعه هذا الدليل لوجه الله وتوزيعه، لانه نريد ان يصل لكل اسره. هو بيثقف الاسره عن مؤشرات وجود العنف، لانه ليس بالضروره ان يكون افراد الاسره هم نفسهم معنفين، لانه هناك خدم وهناك سائقين وهناك عناصر اخرى والبقال والى اخره. لذلك مهم ان تتثقف الاسره لمعرفه المؤشرات التي تدل على ان اطفالا قد تعرضوا للعنف بطريقه او اخرى. دليل معد بشكل علمي وواضح. ايضا بيساعد هذا الدليل المعلمين في كيفيه معرفه ايضا هذا العنف وآلية التعامل معه مع الجهات الأخرى، لأنه كثير ما تأتينا اتصالات من البعض يقول لك طيب أوكي عندنا حالة عنف لكن لا نعرف كيف نتعامل معها. صحيح. لذلك هذا الدليل بيسهل على الأسرة. نعم. على المعلم، على الاخصائي الاجتماعي. إذن ورجل. نعم، إذن هذا الدليل أيضا أستاذة الجوهرة هو بمثابة مؤشر لشيء جديد، هو ثقافة تربية، يعني بعيد ثقافة التربية لدى المجتمعات التي لا توجد أساسا ثقافة التربية لأبنائهم. يعني تكلمنا نحن في ظاهرة العنف، وأيضا يعني هذه الحملة، حملتكم حملة غصون الرحمة، وغالبا ما يكون يعني هناك إحدى الأحصائيات تقول أن 90% هي حالات تعنيف أطفال لا نعلم بها، فقط الظاهر هي 10%. أود منك كلمة أخيرة تحب أن توجهيها أيضا بخصوص الحملة ولمن. نعم أستاذة الجهر. أولا
أكرر شكري لكل من ساهم معنا، وأتمنى التجاوب مع الجميع. هي مثل ما قلت هي مسؤوليتنا جميعا، يعني الجار الذي يسمع أو يعرف أنه ابنه أو ابن جاره مضروب ولا يتحرك ولا يبلغ هو مشارك في الجريمة. الأمر الثاني أتمنى أنه يطبق أو يعمم النظام اللي نوقش في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، أن يعمم على جميع الجهات. أنتم عارفين أنه إذا كان أمن المجرم، إذا أمن العقاب أساء الأدب، وهنا مو بس أساء الأدب، هنا ارتكب جريمة وممكن تصل إلى قتل. وسمعنا عن أكثر من طفلة. نعم صحيح. وهذا شيء مخالف للدين الإسلامي. صحيح. الدين ما أمر بالرحمة بس للإنسان. نعم. أمر بالرحمة للحيوان. صحيح. فكيف عاد إذا إحنا يعني نطلع على هذه الأمور ولا نحرك ساك؟ صحيح. يعني أنا أستغرب. أمور أبسط بكثير منها أكبر بكثير من تفاعلنا مع العنف البشري. نعم صحيح. أتمنى إنه النظام يطبق حتى يكون رادع. لمن يمارس العنف، فكروا ألف مرة. نعم. يعني ايضا هذه الحملات لها دور كبير في طبعا طرح مثل هذه المشكلات والحماية والوقاية ومعالجة الحالات المعنفة، وهذول يعني يبقوا اطفالنا، يعني كيف يصل الانسان لهذا المستوى من القسوة مع فلذة كبده؟ يعني اليس الاطفال هم بهجة حياتنا؟ انا ودي المح لخطوة ايجابية. كان من الوالد اللي يقتل ابنه عنفا لا يقام عليه الحد. الآن الحمد لله صار فيه رادع، يعني القضاء مع احترامي للجميع، يعني قتل والد غصون كان بالنسبة لنا احنا يعني فرج، لأنه هذا هو الردع لمن يرتكب هذه الجريمة. مع الشرطة أصبحت الآن أفضل بكثير من السابق، لأنه كان فيه خلط بين أنت وما بيك، بين التربية وبين العنف. نعم. أصبح فيه فهم أنه بالفعل لا، هذا عنف قد يؤدي إلى أكبر من مجرد ضرب أو تربية. نعم. شكري للجميع من تجاربنا. نعم. شكري خاصة للإعلام، لأنه على قد ما كنا نقول يا جماعة في عنف يا جماعة في عنف، نعم، ما كان أحد يصدق لين شاف الصور. فأنتوا دوركم أساسي ولعله، نعم، الدور الأول. نعم. وإن شاء الله طبعا بدوركم أيضا ودعمكم نحن نصل أيضا لإيصال صوتكم. شكرا للأستاذة الجوهرة العنقري، المشرفة العام على حملة غصون الرحمة، وهي عضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان بجدة. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. حياكم من جديد مشاهدينا. ربوهم وربوهم ولا تعذبوهم، يعني هذه من الكليبات التي تم عرضها أثناء حملة أو تدشين حملة غصون الرحمة. أوجه لك أطرح لك السؤال، أحيك مرة ثانية طبعا أستاذ حسين، دكتور حسين عفوا، يعني لاحظت أنا دحين جالسة أتصفح يعني هذا الدليل الإرشادي، يعني هنا مكتوب دليل الوالدين وأيضا دليل الأخصائي الاجتماعي ودليل المعلم ودليل رجل الأمن، يعني شامل مثل هذا الدليل. لو تشرح لنا أكثر عن هذا الكتيب لو تكرمت. بداية برضه نحب نأكد أن هذه الحملة هي نتاج لتعاون ما بين الجمعية وبرنامج الأمان الأسري اللي بترأسه الأميرة عادلة بنت عبد الله. ولا شك أنه وجود جهات ومؤسسات مجتمع مدني يعني تهتم بهذه القضية وتدعمها أمر حسن، ولذلك دعم هذه الجهات
وتفهم دورها أمر مطلوب وحيوي. بالنسبة للدليل يعني كانت الفكرة زي ما قلنا من خلال ما رصدناه من القضايا التي تصل للجمعية هي غياب الثقافة، غياب الإجراءات، غياب القوانين. لذلك كان مهم جدا أن نحاول أن نوصل هذه الإجراءات واكتشاف العنف أولا، لأنه هي أخطر مرحلة، هي مرحلة الاكتشاف، لأنه إذا لم تكتشف سوف يستمر العنف، وطالما أن الأطفال هم الحلقة الأضعف في الأسرة فهم لن يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم للمجتمع. أستاذ الدكتور حسين، تعتقد أنه مثل مثلا هذه الكتيبات، مثلا كافية أو مثلا مثل هذه الحملات التي تقام، أم نحتاج إلى مثلا تأسيس مجتمع واعي مثقف في هذا الموضوع للحد فعلا من ظاهرة العنف ضد الأطفال؟ بكل تأكيد هي أنا أمثلها بقطرة ماء على صخرة، إن استمرت سوف بإذن الله تحقق نتيجة وتفتت هذه الصخرة وتزيل هذه المشكلة، لكن نحتاج إلى مزيد من القطرات تأتي من خلال وسائل الإعلام مجتمعة، ليس فقط المرئي وإنما المقروء والمسموع بكافة أنواع حتى الإلكتروني. أيضا نحتاج إلى تضافر الجهود مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، خطباء الجمعة لهم دور كبير في التوعية في هذه القضية، لأن هناك خلط ما بين التربية وما بين العنف، وكثير من يمارس العنف يعتقد أنه حق له أن يضرب ابنه بكذا وكذا وكذا باعتبار أنه فكرة التملك اللي موجودة. أيضا نحتاج إلى تضافر جهود وزارة الداخلية متمثلة في الأمن العام، الشرط، وأيضا القضاء، وجود أحكام رادعة لهؤلاء حقيقة مهم جدا. لا شك أن هذا الملف هو تحت عناية ورعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون هي المعنية بهذا الملف، ويجب أن تكون هناك دور مؤهلة تأهيل قوي تتعامل في الحماية هؤلاء الأفراد ومتابعة قضاياهم، ونحن بدورا نقدم الدعم القانوني لهم في أي مرحلة من المراحل التي يحتاجونها. في أحد الإحصائيات ذكر طبعا أنه في 2,000,000 طبعا حالة عنف في أمريكا، منها 15,000 هذه بس أطفال بيأخذونهم على المزارع بحجة العمل، لكن تحت القسوة والتهديد والضرب المبرح. غالبا ما يكون العنف النفسي هو أو الجسدي مصحوب بالعنف النفسي، يعني الطفل يضرب ويهان، وغالبا أيضا في مجتمعاتنا العربية، إلا أنه في نسبة، يعني في نسبة ما تظهر، هذه النسبة كيف يتم العثور عليها؟ أولا المثال هذا هو أحيانا احنا بنصنفه تحت قضايا الاتجار بالبشر اللي ذكرتيه عن موضوع الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن الحمد لله إن شاء الله لا نصل إلى هذه الدرجة. لكن العنف النفسي الحقيقي الذي يمارس أكثر هي في عملية الإيذاء اللفظي والحرمان من الحقوق، وأنا دائما أؤكد عليها، الحق في التعليم. للأسف بعض الآباء، وقد يكون بنسبة بسيطة جدا بعض الأمهات، في حرمان أبنائهم من التعليم نكاية بالطرف الآخر، خصوصا في وجود منازعات بين الطرفين. صحيح. أيضا لأنه البعض يعتبرها معركة في الخلافات، شد يعني نعم. والوقود هذه المعركة هم الأطفال، وبالتالي هم الضحية الأولى. أيضا في الأصل أن المعنف هو مورس عليه العنف، هذا في الأصل، ولذلك هو يسقط تبعات هذا العنف على ابنه أو أبنائه في داخل الأسرة بألفاظ نابئة، زي ما قلت يعني قتل روحهم المعنوية. ولذلك من أهم مظاهر هذا الإيذاء على الأطفال هي الانعزالية والانطوائية والتبول لا إرادي، ويعني مؤشرات كثيرة جدا. لكن حقيقة أيضا من الأشياء اللي احنا رصدناها هي عملية العنف القانوني، هي حرمان الأطفال من أوراقهم الثبوتية. ولذلك هناك تعاون وثيق مع إدارات الأحوال المدنية في تسهيل إعطاء الأمهات ما يثبت أن هؤلاء الأبناء يعني مسجلين وموثقين، لكي يتمكنوا من إلحاقهم بالمدارس أو المستشفيات أو بقية القطاع. طب لا تعتقد أنه حالات التشغيل الأطفال، يعني هو في سن معينة بيكون الطفل لين 18 سنة السن القانون، وما دون فهو طفل يعتبر قاصر يعني، وبالتالي حالات العنف هذه بيشتكوا منها، لكن بعد 18 لو الأب مثلا ضرب وقسى على بعد 18 هل يحق له؟ هذه نسميها إحنا من جرائم الاعتداء على النفس، تبدأ تدخل في تحت جرائم الاعتداء على النفس لأنها فوق البالغين، بينما في الطفل تشدد أكثر لأنه ما دون 18 سنة يعتبر طفل.
تفضل دكتور حسين. ذكرتني يعني دحين جالس تقول انه يعني انتقاما للام او بيدخلوا الاطفال مثلا بالمنازعات، يعني بنشكر الشؤون الاجتماعيه انها او تم ايقاف زواج فتاه في الخامسه من عمرها وايضا السابعه من عمرها انتقاما من الام، لان المحكمه اصدرت حكم لصالح الام وكان يبغى يزوج بناته اللي هي 5 سنوات و7 سنوات. تخيل يعني دكتور حسين الى اي درجه يعني. وبوجه شكر فعلا مره كبير لصاحبه السمو الملكه الاميره عادله بنت عبد الله اللي هي رئيسه برنامج الامان الاسري على حرصها الدائم واهتمامها الدائم لاطفال هذا المجتمع، وابدت طبعا استياءها من زواج القاصرات تحديدا، وهو نوع من الاعتداء على الاطفال بالتاكيد بكل يعني تاكيد، عنف وجريمه كبيره. يعني احنا نامل انه يعني يوضع تنظيم ايضا لموضوع زواج القاصرات، يضع حدود واضحة ومعلنة، وخصوصا يعني صلاحيات ما دون الأنكحة في التأكد من الحالات والعمر وخلافه، وزي ما شفنا أنه هناك ولله الحمد توجه إلى تنظيم هذه المسألة. لا شك أنه هذه صورة من صور العنف الذي يمارس على الفتيات للأسف يعني من بعض الأفراد، لكن مهم جدا أنه لا أحد يعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني عندما تدافع عن هذه الفئة أنها هي تريد أن يتمرد الأبناء عن على الآباء. بالعكس، إحنا كنا في فترة قريبة جدا مع جمعية أخرى اسمها إحسان ندافع عن حقوق الآباء اتجاه أبنائهم فيما يتعلق بالبر، وأنه هناك كثير من الحالات من يقوموا مثلا بالاعتداء على الآباء أو إيذائهم في بعض الدور وانتهاك حقوقهم. نحن نريد أن نصل إلى مجتمع يحترم الحقوق لكل الأطراف، حقوق الإنسان التي تتاح له بحق الطبيعي والشرعي بكل تأكيد. نعم، لكن لابد من وجود عقوبات رادعة بصراحة دكتور حسين، تحديدا يعني اللي ما بيبلغوا، يعني بيشوفوا بعض الحالات مثلا اللي أطفال مثلا يمارس معهم العنف، أو أنت عارف أنواع العنف بكافة أشكاله وما بيبلغ، يعني المفروض أنه تكون عقوبات رادعة حتى لو كان خارج الأسرة هذا الشخص، مجرد ما يشوف مثلا هذه الحالة أنه يتم تبليغ. ما رأيك دكتور حسين؟ هذا أشير في مشروع النظام اللي أنا تكلمت عليه، هذا المشروع شاركت فيه الجمعية، مثلت الجمعية الأستاذ الجوهر العنقري، وكان من ضمنه هو أنه تجريم من يعلم بوجود حالة عنف ولا يبلغ، حتى بالشخص اللي ما مثلا يشوف بعينه وما يبلغ، ما يبلغ طالما يعني الزوجة بتخاف، ثبت أنه كان يعلم أنه هناك عنف ولم يبلغ الجهات المختصة. جميل. في مشروع القانون هذا أيضا عليه عقاب، وقد استفيد من ذلك أيضا في نظام الاتجار بالأشخاص في المملكة، حيث يجرم أنه من يعلم عن حالات الاتجار بالأشخاص ولا يبلغ هو أيضا يعتبر ارتكب مخالفة يستحق عليها العقاب. مهم جدا التوعية، مهم جدا أنه المجتمع يعي أن هناك مشكلة، كلنا شركاء في حلها، مسؤولية اجتماعية صحيح. الهدف منها أن يكون هذا المجتمع إن شاء الله تعالى متماسك يخدم وطنه وأمته بشكل أفضل. لدينا مشاركة أيضا في هذا الموضوع، أستأذن منك. انضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف العقيد طلال، عضو فريق العمل لحملة غصون الرحمة ومدير شعبة الدراسات بشعبة جدة. أسعد الله مساءك عقيد طلال. ألو، ومساءك بالخير. اولا نمسي عليكم. ومساءك ايضا، تفضل. الدكتور حسين موجود معكم في الاستديو. بس تصحيح، مدير الدراسات في شرطه جده وليس شعبه جده. مدير شعبه الدراسات بشرطه جده. بشرطه جده. نعم. اوكي. عقيد طلال، لو تكرمت. عقيد طلال، من خلال عملك كعضو في فريق حملة غصون الرحمة، حدثنا عن دورك في هذه الحملة وأيضا ماذا عن الجانب الأمني وكيف يتم التعامل مع البلاغات؟ طبعا بالنسبة لحملة غصون الرحمة، هذه الحملة تقريبا الدكتور حسين والأستاذ الجوهرة أوفوا هذا الموضوع حقه من يتعلق بالحملة وأهدافها، ولكن دوركم مع عقيد طلال؟ دورنا كجهات أمنية. صحيح، تفضل. كجهات أمنية كحنا وجهة الدعوة لنا من الدكتور حسين المشرف العام على فرع الجمعية منطقة مكة المكرمة لمشاركة شرطة جدة في وضع هذا الدليل الذي يوجه للوالدين والمعلمين والمشرف الاجتماعي وأيضا رجال الأمن. الحقيقة الأمن العام عموما تنبأ لهذا الموضوع،
واصبح هناك توجيهات من معالي مدير الامن العام لكافه الشرطة المناطق بالتعامل مع هذا العضو واستقباله والتعامل معها بشكل جيد. الدليل يهدف الى تعريف رجال الامن وخاصه العاملين في مراكز الشرط، وهي الجهات التي تتلقى البلاغ الاول عن حالات العنف، كيفيه التعرف على حالات العنف، كيفيه تقييم الحاله، كيفيه التعامل معها ايضا، وبالتالي اتخاذ الاجراءات الاوليه حسب ما نصت عليه الانظمه والتعليمات. هل يتم تدريب الموظفين؟ هل هم مؤهلين لكيفيه التعامل مع هذه البلاغات عقيد طلال؟ نعم، هذه من الاساسيات الحقيقه في شرطه. نحن في شرطه جده اخذنا على عاتقنا انه تثقيف كافه العاملين من ضباط وضباط صف في كيفيه التعرض على حاله العنف، كيفيه التعامل معها، وايضا الاجراءات التي يجب اتخاذها فورا مع حاله العنف. وهذه يمكن حتى وجدت في الدليل الموجود بين ايديكم خطوات توضح رجل الامن كيف يتعامل مع حاله العنف. هناك دورات تعقد على راس العمل باستمرار في كافه الاعمال الخاصه برجل الامن، وما يتعلق بجانب حالات العنف بالذات اصبح هناك وكاك تدريب خاص لكيفيه التعامل مع هذه الحالات. ما شاء الله. وكان لنا الحقيقه استضافه للدكتور حسين، تكرم بإلقاء محاضره في شرطه جده لتعريف العاملين بالعنف ومفهوم وكيفيه التعامل معه من خلال اللقاء بعدد من منسوبي الشرطه. كلمة أخيرة عقيد طلال، ماذا تقول من خلال هذا البرنامج للمشاهدين تحديدا للحد من هذه الظاهرة؟ حقيقة إن كان من كلمة أخيرة قبل ما أقول كلمة أخيرة اسمحيلي بس أقول تفضل بسيطة. بالنسبة للدليل، إحنا العنف الموجه ضد الأطفال، الطفل قد يتعرض للعنف في المنزل، قد يتعرض للعنف في الشارع، وقد يتعرض للعنف داخل المدرسة. صحيح. فبالتالي الدليل يوضح لهؤلاء كلهم، للوالدين وللمعلم وللمشرف الاجتماعي وايضا رجل الامن بحكم انه هو الجهه التي تتلقى البلاغ، قد يتعرض الطفل للعنف في المدرسه، فيجب ان يكون لدى الوالدين الخلفيه التامه ليتعرفوا انه هذا الابن تعرض للعنف. ايضا الوالدين قد يتعرض الطالب او الطفل للعنف في الشارع، لازم يتعرف يعرف انه ابنه تعرض للعنف. صحيح. بعض الاطفال وكما تفضل الدكتور حسين انه هو الحلقه الاضعف وقد يعجز عن ايصال صوته. مهم جدا للوالدين، واعتقد انه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه حسنه. الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان الحسن والحسين يركبان على ظهري وهو في السجود يطيل في السجود حتى ينزلان من رحمته عليه الصلاه والسلام. فاين نحن من هذه الرحمه؟ صحيح. انا ندائي لكل الاباء والامهات، ارحموا اطفالكم. نعم. صغارا يرحمونكم كبارا. كبارا. صحيح. شكرا لك، اشكرك عقيد طلال، كنت معنا في هذه المحطه، شكرا لك، شكرا لنصائح اللي قدمتها من خلال هذا البرنامج للحد فعلا من ظاهره العنف ضد الاطفال، شكرا جزيلا لك. شكرا. نعم، نعود اليك دكتور حسين. انزل تعشي اليوم. ولا غطش بالكف على وجهك فين الهداف؟ لو عملت لي ثاني مره حرمك في الشارع مع الكلاب. اسكت بس فرط المركب. إذا ربوهم ولا تسبوهم. نعود إليك دكتور حسين، أنا متأثرة جدا بهذه المناظر، يعني المناظر التي لا تموت حقيقة للإنسانية بصلة. طبعا ذكر العقيد طلال أنه كنت من أحد المحاضرين، أود الحديث طبعا عن هذه المحاضرة وماذا وصلتم بها. إحنا زي ما تفضلنا قلنا أن الحملة هي مستمرة الآن، هي في مرحلة زيادة الجرعة التثقيفية بالتواصل مع كافة القطاعات. الكتيب موجود، بيستمر نشره، محاولة إيصاله إلى زي ما قلنا كل الأسر وأيضا الجهات الحكومية وخصوصا الجهات الأمنية والشؤون الاجتماعية والمدارس والمعلمين. وإحنا يعني أنا كنت بلقي محاضرة في محافظة خليص عندنا في منطقة مكة المكرمة، وفوجئت أن هذا الكتيب بالطبع وصل حتى بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة إلى هذه المدارس وبالتالي إلى القرى والمحافظات البعيدة، ولا شك أنه سوف يأتي ثماره. بالطبع استمرار التدريب لكل القائمين
ولهم يعني اتصال مباشر مع الأطفال في غاية الأهمية. احنا بدأنا برجال الأمن حقيقة في محافظة شرطة جدة بالتعاون مع الأخوان لا شك، بشرح الدليل، بأيضا تعريف العنف، بما هو عنف بما هو ليس عنف، كيف تتم الإجراءات، ما هو دور الجهات المختلفة، وعقدنا حقيقة أيضا اجتماع مع كافة الأطراف في المنطقة بحيث أن ننسق في آليات العمل فيما بعد، بحيث أنه ما هو دور الجمعية، ما هو دور الشرطة، ما هو دور الشؤون الاجتماعية، وأيضا القطاع الصحي إلى آخره. هناك خط ساخن؟ نعم، هو في لدى الشؤون الاجتماعية 19-19، وأيضا برنامج الأمان الأسري أعتقد، وفي هنا لاحظ إيميل أظن 111-6111. هنا في عندكم في رقمين أيضا. نعم. وفي إيميل للحملة، يعني نقوله للمشاهدين طبعا، إيميل اللي هو غصون الرحمة @gmail.com. طبعا هذا بالنسبة gmail.com، هذا بالنسبة لإيميل الحملة. أما بالنسبة لأرقام التبليغ اللي هي 19-19-19 في الشؤون الاجتماعية، و 116-111 لبرنامج الأمان الأسري. أيضا يعني إحنا تليفونات الجمعية مفتوحة، لكن مش مفتوحة 24 ساعة، لكن مفتوحة خلال الدوام الرسمي. التواصل معنا أيضا موجود سواء من موقع الجمعية أو من خلال الفاكس أو من خلال الحضور، وهي مستمرة طوال السنة. يعني هو إحنا نريد يعني أن نوصل رسالة، هي إنه التردد في عملية الإبلاغ يعني للأسف قد يؤدي بحياة طفل. لذلك من الأهمية بمكان أنه الجميع يعرف أنه يجب عليك الإبلاغ وعدم الخوف والتردد، لأن الإشكالية كثيرة، هناك بعض الناس تتردد. صحيح. في عملية الإبلاغ. صحيح. خوفا من المسؤولية والتبعات. نحن نقول أنه الجمعية بإذن الله تعالى صمام أمان تتعامل مع هذه القضايا بشكل حرفي ومهني عالي جدا وسري. وسري، نحافظ على شخصية المبلغين، تتولى بعد ذلك الجمعية نفسها في التواصل. يعني عندما يتم إبلاغنا لا نقول أن فلان بلغ، نحن نبدأ نتواصل مع الجهات الأمنية عن الحالة، ونحن نصبح كأننا دور المبلغين للجهات الأمنية ومتابعتها. حتى نفس الأطفال بيخافوا أصلا. يعني دكتور حسين، أنا شفت طفلة قبل كذا في السوق، يعني سألتها وجهها ما تتخيل إنها كيف هذه الطفلة اللي طلعت دحين في الصورة اللي هو 4 أصابع كذا معلمة على وجهها. أسألها حبيبتي بصراحة، يعني أبي أتكلم مع الطفلة، يعني المفروض أنه يعني المنظر يصير الشفقة، كلنا دور، لأن فعلا هي مسؤولية اجتماعية. فأنا سألتها تقول لي أنا طحت، واضح أصلا الأصابع على وجهها. يعني عرفت كيف دكتور حسين المشكلة هنا؟ يعني حتى الأطفال بيخافوا يبلغوا، الزوجة أيضا تخاف أنه تبلغ على زوجها مثلا أنه سوى كذا وكذا. يعني هنا المشكلة، هل تؤيد مثلا بوجود منهج تعليمي للأطفال منذ الصغر للتبليغ إذا كان لها صديقة مثلا تعرضت للعنف أو كذا بالتبليغ؟ هو يمكن أن الطفل يبادر ويبلغ، هذه عملية جدا علمية دقيقة لا يمارسها إلا ناس حرفيين، خصوصا الأخصائيين الاجتماعيين والمحققين المهنيين عالي الجودة، بحيث أنه يستطيع أن يعرف من الطفل أنه يعني من الذي عنفه وكذا، ولكن بطريقة يعني تحافظ أيضا على الطفل. أهم حاجة دائما الطفل يشعر بالأمان، يشعر أنه هو لم يرتكب خطأ، لأنه عادة الطفل المعنف يعتقد أنه هو الذي ارتكب الخطأ وليس الآخرين، فيحتاج دائما إلى تعامل عالي المهنية. لكن حقيقة بالصدق نحن نعتبر نحن ما زلنا في خطوات أولية، ونحتاج بذل المزيد من الجهد في هذا الملف. لكن بغياب القوانين تظل العملية صعبة إلى حد ما. أنا زي ما كملت إنه يعني دور خطباء المساجد ودور الجهات المعنية والشؤون الاجتماعية والمدارس والتعليم، المنهج بالطبع قد يكون هذا جزء من الثقافة العامة التي تتولاها وزارة التعليم في بثها في النشر، فكرة نبذ العنف بكل أشكاله بالطبع، أيضا فكرة الحقوق واحترام الحقوق، لأنه عندما يتم تنشئة هؤلاء الأطفال على احترام الحقوق ومعرفة الحقوق سوف يعرف أن هناك اعتداء على حقه يبلغ. نحن لدينا أيضا قصة سويناها لتثقيف الأطفال بحقوقهم، وزعناها بشكل عام في كل يعني ما نستطيع في المدارس أو أحيانا في المولات، بحيث يأتي الطفل ويرسم رسمة معينة تثقف أن هذا حق لك، من ضمنها عدم الاعتداء عليك بالعنف سواء بالقول أو اللفظ. جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله.
نشكرك طبعا دكتور. نشكرك دكتور حسين المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك بصراحة من مكة من جنة من مكة. حضرتك شرفتنا وشرفت البرنامج اللي تسلط الضوء فعلا على هذه الحملة، وأيضا من وجه شكر للأستاذة الجوهر العنقري المشرف العام على حملة غصون الرحمة، وهي عضو أيضا مؤسس في جمعية حقوق الإنسان بجدة، وأيضا نشكر العقيد طلال الصيدلاني عضو فريق العمل لحملة غصون الرحمة ومدير شعبة الدراسات بشرطة جدة. أشكركم شكرا جزيلا لكم. نعم. أكرر شكري لصحبة السمو الملكة الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز على اهتمامها الدائم وحرصها الدائم على جيل المستقبل على الأطفال وأيضا على حقوقهم، شكرا جزيلا لها. نعم، وأيضا حقيقة التركيز على جيل الأطفال أو جيل المستقبل هم أطفالنا. مشاهدينا، مما رأينا ومما سمعنا كيف يصل الإنسان لهذا المستوى من القسوة مع فلذة كبده وقطعة من فؤاده؟ أليس الأطفال هم بهجة الحياة؟ ألم يبذل أو يبذل البعض والكثير المستحيل للبحث عن أسباب رزقه ورزق هؤلاء الأطفال؟ ألم نفرح حين نحملهم ونسهر الليالي ونسعى لتأمين لقمة العيش لهم؟ ألم نجعل لنا أهدافا وأحلاما من الأبوة أو الأمومة؟ بفضل الله إن للحياة طعم جميل بهم، فكيف نقوم بإذائهم؟ مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم. جديد مشاهدينا، اتمنى نكون فعلا يعني ساهمنا ولو جزء بجزء بسيط فعلا من توعيه المجتمع وتثقيفه للحد فعلا من هذه الظاهره الخطيره. مشاهدينا، دحين ومن حمله غصون الرحمه الى تقرير عن الاولمبياد الوطني في العلوم للمرحله المتوسطه. اقيمت فعاليه الاولمبياد الوطني للعلوم للمرحله المتوسطه والذي كرم فيه 10 طلاب موهوبين في احدى المدارس دعما وتشجيعا للطلاب الموهوبين. للمزيد عن هذا الموضوع مع زميل ابراهيم الدوسري، نشوفه. برنامج أولمبيات العلوم هو طبعا برنامج وزاري تنظمه الوزارة سنويا للبنين والبنات، وتستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض في هذا العام. طبعا تم تجهيز طبعا البرنامج في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض سواء في الجزئين طبعا النظري والجزء العملي، وتم طبعا تشكيل لجان يعني بوقت مبكر لتجهيز برنامج الاستضافه، وعمل ايضا برنامج يعني اثرائي للطلاب بخلال مشاركتهم في هذه المسابقه. طبعا تم التعاون يعني مع الزملاء في مشكات في عمل برنامج علمي مده 4 ساعات عن الطاقه المتجدده، وهذا البرنامج طبعا تم يعني الاعداد له بشكل مبكر
حتى يتناسب مع يعني ميول الطلاب العلميه، لان الطلاب المشاركين هنا نخبه من طلاب على مستوى المملكه، وهم يعني طلاب يعني متميزون في المجالات العلميه. وهذا البرنامج تم التنسيق لان يكون يعني برنامج اثرائي داعم للمسابقه. شاركت في الاولمبياد بعد مشاركتي في تصفيات على مستوى نفس المحافظه، تاهلت انا على مستوى محافظتي اهلوني للاولمبياد العلوم الناشئين في الرياض. تعلمنا اشياء كثيره واستفدنا اشياء ما كنا نعلم فيها، لكن عقب نظرتنا هذا بعد نظرتنا هذا تعلمنا اشياء كثيره. وتعلمنا اشياء كثيره، شلون الهواء، شلون ولد الطاقه، يعني تعلمنا نستغني عن الكهرباء يعني بالضبط. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، هي فقرة الشيف فيصل الحسيني. ونعيد الترحيب بك شيف فيصل الحسيني، ولا شك أنه يعني نحن بحاجة الحين لإعادة ذكر المقادير. أكيد بنرحب نرجع فيكم وبمشاهدينا الكرام، لكن نحن بنقولكم عنا اليوم البانكيك نحن رح نعملها بالشوكولا مع الفراولة، ورح يكون حشوة الشوكولا إما بالكاستر أو أي نوع نحن بنحب نحط لها، فينا نحط جبنة الريكوتا أو القريشي أو أي نوع. ولكن نحن رح نبدأ بالمقادير لنعمل البانكيك. أول شغلة بده يكون عنا نصف حوالي الكوبين من الطحين ونصف لتر من الحليب السائل، يعني هون ست البيت بده جهز كوبين من الطحين، أو إذا بدنا نقول بالجرام 250 جرام بالطحين، وبده يكون عنا نصف لتر من الحليب وملعقة طعام من البيكنج باودر، بده يكون عنا نصف كوب من السكر، ملعقة طعام من الزبدي، صفارين من البيض، وربع كوب من الزيت النباتي، وملعقة من الفانيليا السائلة. الفانيليا السائلة لأنه صفار البيض إذا بدنا نروح زنخة صفار البيض. لكن نحن راح نشوف كيف طريقة التحضير مرحلة مرحلة. أول مرحلة نحن راح نحط الطحين. أول شغلة لكن نحن راح نحط الطحين، نرجع البيكنج باودر مع بعض، وبنبدأ مثل ما شايفين نحن رح نبدأ منحركهم بهالطريقة. أخذت البيكنج باودر والطحين مع بعضهم، من ثم بدنا نضيف السكر، كذلك الأمر تحريكي بسيطة، يليه الزيت النباتي اللي هي ربع كوب وملعقة الزبدة. وهون نحن الزبدة إذا ملاحظينها بدرجة حرارة الغرفة يعني تكون سوفت، ما تكون قاسية لحتى تاخذ بعضها. لكن هون نحن حركنا تحريكي بسيطة. هلا بدنا نضيف الفانيلا السائلة، مثل ما شايفين الفانيلا السائلة بحال اضفنا صفار البيض لحتى شو ياخذوا يعطونا نكهة، ما نشم ريحة زنخة البيض. هلا لكن هلا بدنا نفصل نحن صفار البيض عن الزليل. نحن الزليل ما بدنا اياه، بدنا ناخذ فقط صفار البيض. نحط صفار البيض مع الحليب مثل ما شايفين. لكن نحن هون بنحرك الحليب مع صفار البيض مثل ما شايفين، حركناهم شوي، ومن ثم بنضيف الخليط كله مع بعضه وبنبدا. هي العمليه سهله بسيطه، وهي عباره بس تحضير المقادير صحيح واضافتها لبعضها سواء الفانيلا او الطحين او السكر. لكن هون نحن بلشت الخليط، بدنا نحركه خليه ياخذ بعضه مثل ما شايفين. الو، لكن نحن هون مثل ما شايفين اخذ الخليط مع بعضه، حطينا الطحين، البيكنج باودر، الزيت النباتي، الفانيلا السائلة. ايه الو، تفضلي ست مريم.
الو، لكن يبدو اتصال انقطع معنا. ايه الو، السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، تفضلي. الكرام شيف بطريقة تري لكيك الغاب سوداء. كيكة الغابة السوداء، حلوة الاسم. أيوة. كيكة الغابة السوداء. هلا الكيكة يعني بلاك فورست، هي البلاك فورست هي أول شغلة نحن بده يكون عندنا عجينة لنعمل البلاك فورست، بده يكون معنا عجينة نعمل سبنج، أول سبنج كيك اللي هي العجينة تكون كثير سوفت، بدها تكون عبارة هي عندنا 11 بيضة وبنفصل الصفار لحال والبياض لحال، ومن ثم بنخفقهم كل وحدة مع 100 جرام من السكر لحتى تصير دبل الكمية، بعدين بنضيف لهم حوالي 110 جرام من الطحين بالزيت البلاك فورست بالجراماج بنستعملها، 110 من الطحين بحوالي 5 معالق طعام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وبنضيفهم مع بعضهم مع ملعقة من النشا وبنحركهم مع بعضهم، بس نحرك البيض والسكر لحاله ينفخوا، بعدين بنحط الطحين وبالايد بنحركهم لما تهبط، لانه البلاك فورست بدها تكون منفوخه، ثم بنحطها بصينيه تحت واكس بيبر بندخلها على الفرن حوالي 12 دقيقه على درجه حراره 180، اكيد بدنا نحط لها الكاكاو تطلع لونها على البلاك فورست بيطلع لونها بني، لكن نحن هون مثل ما شفنا خلطنا هالمزيج صارت جاهزه، هلا بدنا نحمي الفرن ونبدا نعمل البانكيك. لكن نحن هون لكن انا هون بلشت حمي الطويات مثل ما شايفين، نرفع درجه الحراره. يعني انا اراقب يعني خاصه يعني مثل هذه الكيكات او الاشياء اللي احيانا نحتار نقدم بالصباح يمكن اكثر من المساء. اي صحيح، هي معروفه يعني هذه الاكله بريكفاست بتكون فطور يعني. لكن نحن هلا رح نبدا مثل ما شفنا خلطنا الخليط ببعضه، اضفنا الطحين مع صفار البيض مع الحليب والبيكنج باودر والسكر. هلا انا بدي بلش، صار عندي الخليط جاهز. اول شغله بدي احمي الطوايه، تاكد منها انها تكون حاميه الطوايه. لكن هون مثل ما شفنا انا عم ضيف عم نعمل البانكيك. نحن هيدي كمان نفس الطريقه، بتكون عم تاخذ شكل دائري. وبنكون نحن محضرين سباتولا، مجرد ما بلشت تكون حاميه نبدا بنشيلها وبنصفها. اهم شيء تكون درجه الحراره مرفوعه عليها. هون نحن عم نلاحظ مجرد ما بلشت تعمل بلاوين يعني بلشت تاخذ لون من جهه ومن جهه بتكون اللون العادي. نحن على وشك انه تطلع معنا وحده بما انه ضيق الوقت. يمكن هو عشان الوقت معنا يعني اكيد او انتهاء الوقت تقريبا شيخ. صحيح. لكن الطريقه جدا واضحه والطريقه سهله وهينه كثير، لكن مضطرين اننا نختم معك مع طبعا الشيف فيصل الحسين. شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. شكرا عملك ايضا. مشاهدينا الاعزاء الى هنا ناتي الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر طيب متابعتكم ونلتقي مجددا بمشيئه الله، الى اللقاء. اترككم مشاهدينا في رعايه الله وحفظه، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلما هم أصحاب مسؤوليات فنحن أصحاب أسئلة. حلقة جديدة من برنامج صاحب قرار، السؤال حق لنا والجواب واجب عليهم. ضيف صاحب قرار هذا الأسبوع معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري. إذا أردت أن تتعرف على واقع التنمية في أي بلد في العالم فانظر إلى النقل، شرايين التنمية وعروقها النابضة. الاختبار الأصدق والأكثر وضوحا لما نحن عليه تنمويا واقتصاديا ليست مجرد أرتال من الإزفلت يتم سكبها في طريق ترابي فيتحول إلى خط نقل، إنه الذراع الفعلي والأول للبناء ولعمران المدن ولقيام الاقتصاد. لا مكان لتنمية حقيقية بدون نقل حقيقي ومتطور وقادر على المواكبة، أيضا حامل لكل عوامل البقاء والتطور. في المملكة العربية السعودية، هذا الوطن الكبير الذي ينمو كل يوم، يتحول النقل إلى أحد أعمدة البناء والنهضة. الطرق الرئيسية تتسع كل يوم لكن الاحتياج أسرع. هنا حيث تتراجع خطوط السكك الحديدية إلى أدنى مستوياتها وبما لا يمكن تبريره، نشعر بثقل هذا الذنب التنموي الذي لا تغفره إلا الأخبار الجديدة التي تتوارد باستمرار عن توجه قيادي واع وجديد لجعل السكة الحديد أولوية راسخة. أيضا في المملكة العربية السعودية حيث الامتداد الجغرافي يمثل جسدا وطنيا أنيقا، شرايينه التي تتدفق منها حياة الناس هي تلك الطرق الرئيسية بين المدن، ثمة الآن واقع جديد يركض باتجاه إصلاح ما هو بحاجة إلى الإصلاح وتشييد ما هو بحاجة للتشييد. الحكم النهائي يقع هناك في المستقبل. في مدننا الواسعة والمكتظة لا تزال خدمات النقل أو كثير منها تنحصر في وسائل لا تليق غالبا بواقع تلك المدن ونمائها، باصات لا تصلح إلا للاستخدام في بعض مشاهد المسلسلات الكوميدية، سيارات للأجرة تعكس واقعا غير ملائم. لدى وزارة النقل الكثير من المشروعات والخطط والإجراءات، لكن بالمقابل لدينا الكثير من الترقب والتطلعات. في هذا الوطن الكبير الذي تتدفق ميزانياته كل عام بسخاء يحق لنا أن نبحث عن الإنجاز ويحق لنا أن نلاحظ التقصير، يحق لنا أيضا أن نتفاءل بالقادم. أهلا بكم في حوار المستقبل والتطلع والأسئلة. هنا حيث الحوار هذا الأسبوع على طريق سريع لا يعرف إشارات التوقف ولا محطات وزن الحمولات الثقيلة، مرحبا بكم مع صاحب قرار هذا الأسبوع معالي وزير النقل الدكتور جبار الصريصري. حياك الله معالي الوزير. أهلا وسهلا أخي حياة، ومرحبا فيك وبالأخوة والأخوات الحضور. أنا أشكرك على كريم الاستجابة. وزارة النقل يعني بالتأكيد أنها تتجاوز غيرها من الوزارات الخدمية، إذا صح التعبير هي الوزارة التي تخطط وتدير وتنفذ شرايين التنمية وأعمدتها الرئيسية. خلينا نبدأ بعد إذنك بقطاع الطرق. أبدأ معك من موضوع تم إثارته مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، هو أن المملكة حصلت على ترتيب 12 أظن في قائمة الدول أو في مستوى جودة التنفيذ للطرق. نعم. البعض علق في الصحافة المحلية أنه هذا الترتيب يعني ربما ما يختلف عن بعض الترتيبات التي تصنف المملكة بناء على معلومات غير واقعية، بينما البعض رأى أن في هذا ربما نوع من الكشف إذا صح التعبير لواقع الطرق لدينا. في وزارة النقل وبما أنك صاحب قرار في هذه الوزارة، كيف استقبلتم هذا التصنيف أولا؟ أولا الحقيقة نحن الآن نجتمع في هذا اللقاء في يوم البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين. صحيح. وهي مناسبة عظيمة نرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين على الإنجازات العظيمة التي تحققت في هذه الفترة القصيرة في عهده، وللشعب السعودي أيضا على هذه الإنجازات.